بناء على اتصال هاتفي من رئيس الأمن الحضري الثامن بخصوص تقدم مواطن إلى المقر الأمني للإبلاغ عن تعرض مركبته للكسر وسرقة مبلغ مالي معتبر. باشرت خلية استغلال تسجيلات الفيديو بالمركز عملية البحث والتحري، أين تمكنت من فك لغز القضية والتعرف أن المشتبه فيهم كانوا على متن مركبة قامت بتتبع الضحية انطلاقا من حي العقيد، انطلاقا من لحظة خروجه من البنك بحي العقيد وصولا إلى حي العربي بن مهيدي، أين استغلوا فرصة نزوله من مركبة وقاموا بعملية السرقة وفروا إلى وجهة مجهولة؟ من خلال التحريات والتدقيق والاستغلال الأمثل لتسجيلات الفيديو، ومن خلال كذلك خبرة وحنكة عناصر الخلية، تمكننا من تحديد لوحة ترقيم المركبة والوجهة التي غادرت نحوها بعد عملية السرقة، كما تم إدراج لوحة ترقيم هذه المركبة ضمن النظام القارئ الآلي لوحة ترقيم المركبات لابي، الذي من خلاله تمكننا من معرفة الأماكن التي تتردد عليها هذه المركبة ووضع خطة محكمة للإيقاع بها. بعد عملية التوقيف والتدقيق بين المواصفات المركبة ولوحة ترقيمها، تبين أن المشتبه فيهم هم نفسهم من قاموا بقضية مماثلة على مستوى دائرة الثانية، ونفس الشيء قضية مماثلة أخرى بحي بلقيت. بعد وضع الخطة وتتبع المركبة المشبوهة، تم رصدها بمحور دوران كانستيل، وعليه تم تتبعها لحظة بلحظة وتطويق المكان بالتنسيق مع العناصر العاملة في الميدان، حيث تمكننا من توقيفها وتحويلها إلى المقر الأمني لمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة.